حناخد هلا درس في شغله بنعملها في الكمانجي اسمها بيتسيكاتو. البيتسيكاتو اللي هو النقر بالاصبع. النقر بالاصبع، في ناس عم تقول لي استاذ كيف بننقر بالاصبع؟ النقر بالاصبع حسب موقع النقر بالاصبع، اذا كان هو مزنوق ضمن العزف بالقوس، مثلا انا عم بزف بالقوس مثلا بضل دائما جاهز، انا ماسك نفس البوز بس اصبعتي الاولى هاي بتصير هي اللي عم تنقر. في حالة اني ماني مزنوق ممكن انه يكون عندي مثلا فراغ بعد البتسيكاتو، بقول بمسك البوز بهالطريقة بالمقبض عادي بيكون اسهل كتير. بهالحالة لما بكون عندي بعد ما بخلص البتسيكاتو مثلا في عندي فراغ، بعدين لو ما في فراغ بعدين